على موجات صوت العرب من القاهرة، الحياة ماض بعيد وآت جديد، وبينهما حلول ومر، نجاح وإخفاق، مشكلة وحل. وبهذه الثنائيات تكتمل معاني الحياة. معاني الحياة، إعداد وتقديم هشام علوان. هندسة الهواء سلوى السيد. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم. ضيفنا باحث وكاتب وناقد ومراقب، يمتلك الرؤية والفكر الصائب، يدرك أن الحرف نصل الحق، بزغة ضي تولد من حلكة لتنير لنا دربنا وتضع لنا أقدامنا على صراط المعرفة ونهج الإنسانية. عشق المسرح وأخلص له، وكتب فيه وعنه مؤلفات جادة وجديدة ومبتكرة وفريدة. ضيفنا الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ المسرح العربي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان. ولد في 8 فبراير عام 1962، حصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها جامعة عين شمس عام 1985، ودرجة الماجستير عام 1989، وكان موضوعها دور المرأة في مسرح توفيق الحكيم. ونال ضيفنا درجة الدكتوراه عام 1994 بأطروحة عنوانها أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر. شغل الدكتور سيد علي إسماعيل عدة مناصب، بالإضافة لكونه أستاذا جامعيا، ومنها مستشار وزير الثقافة لشؤون المسرح، ورئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي والموسيقى والفنون الشعبية. وأعير للعمل كأستاذ جامعي متخصص في المسرح للعمل في جامعات الكويت والإمارات وقطر. صدر للدكتور سيد علي إسماعيل عدة مؤلفات مهمة، منها مسرحيات إسماعيل عاصم الأعمال الكاملة، قضية النص المسرحي بين الفصحى والعامية في مصر، الرقابة والمسرح المرفوض، تاريخ المسرح في مصر في القرن 19، حافظ نجيب الأديب المحتال، مسرح علي الكسار، وغيرها من الكتب المتميزة. كما نشر مقالاته النقدية ودراساته في العديد من الصحف والمجلات المتخصصة والمحكمة، وحصل على الكثير من دروع التكريم والتقدير في مصر والوطن العربي. نرحب بضيفنا الناقد الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ المسرح العربي بقسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة حلوان. أهلا بك على موجات صوت العربي يا دكتور. أهلا بك يا هشام، وشكرا على هذا التقديم الجميل. دكتور سيد، هنبدأ بأول معنى من معاني الحياة، وهو الامتنان. لمن تمتن على المستوى الإنساني وعلى المستوى الأكاديمي والبحثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الامتنان يعني معنى رائع من معاني الحياة. أنا أمتن لكثيرين، ولكن هل تريد أن أحدد شخصا معينا؟ كما تحب يا دكتور. بالنسبة في الحياة طبعا أمتن إلى والدتي رحمة الله عليها، الله يرحمها، لأنها طبعا لها الفضل الأكبر في أن أنا أستمر في الحياة حتى على المستوى المعيشي والمستوى الأكاديمي. أمتن أيضا إلى والدي رحمة الله عليه، كنت أتمنى، لأن طبعا ذكرى يمكن منذ أيام 37، فكنت أتمنى أن هو كان يعيش حتى يرى آخر أبنائه في هذا الوضع أو في هذه المكانة. ده يمكن طبعا أيضا نضيف إلى ذلك شخصية الأهم، وهي المستمرة معي في الحياة، وهي شخصية زوجتي التي وفرت لي كل ما أستطيع حتى أنجز ما أنجزته. ده بالنسبة لي ربنا يخليها لك يا رب. أما على المستوى الأكاديمي فالامتنان كل الامتنان لأستاذي رحمة الله عليه، الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد، الأستاذ الأدب الجاهلي في قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة عين شمس، لأنه هذا الرجل هو من أخذ بيدي في أول طريقي في الجامعة. رغم تخصصه في الأدب الجاهلي، إلا أنه أشرف علي في الماجستير والدكتوراه في مجال المسرح، وقال لي
أنت المتخصص، لا أنا، خذ مني التعليمات وانطلق. فترك لي حرية الابتكار والبحث، وهو الذي كونني دون أن يدري بأنه أعطاني السلاح الذي، أو نقدر نقول المعول الذي فتحت به طريق المستقبل بأكمله. ده جميل ان حضرتك تمتن لاستاذك اللي علمك الاساليب وترك لك حريه التنقل كباحث وكناقد بين ازاهير المسرح وعيون الادب العربي. هنتكلم عن معنى اخر من معاني الحياه وهو الشجاعه. انت شايف الشجاعه ازاي يا دكتور من وجهه نظرك؟ والله دي مشكله كبيره، لان هي دي رغم انها من المميزات الا انها اصبحت الان من الموبقات. بمعنى ايوه شجاعتي هي اللي يعني نقدر نقول سبب عنائي في الحياة. أنا مش فكرة شجاع، يعني أنا باخدها بالمعنى القديم للنخوة والفتوة الشرقية. أنا طبعا لأن أنا مولود وعشت وتربيت في منطقة باب الشعرية، المنطقة الشعبية الجميلة اللي تعودنا فيها، يمكن اللي تعلمنا فيها ما تعلمناش في أهلنا، إزاي إنك تقول كلمة وتحافظ عليها، تلتزم بكلمات طبعاً. ازاي انك تشوف الظلم وتدافع عنه. انا كثير من معاركي في الحياة ارفع الظلم عن الاخرين حتى لو الاخرين باعوا قضيتهم، انا اللي بستمر. فدي مشكلتي في فكرة الشجاعة. انا شجاع في الكلمة، شجاع في الموقف، شجاع في الكتابة. دي نقطة، ده مهم على فكرة طبعاً. ده بغاية الاهمية، ودي النقطة اللي اصبحت دلوقتي عندي مشكلة. ما هي المشكلة؟ ان ده اسلوبي في الحياة لا استطيع ان احيد عنه، فاصبحت ان عندما اتحدث لابد اتحدث بشجاعة، اكتب بشجاعة. لا يوجد عندي اي حسابات يعني في حياتي، يعني ممكن اخسر زميلي من اجل خطأ مثلا ارتكبه في حق طالب، انصر الطالب على زميلي، لان ده كلمة الشجاعة او الحق لابد من هذا. الشجاعة عندي يعني طريق في الحياة ومشكلة إنها بعاني منها. من خلال متابعتك كناقد وباحث للكتاب المسرحيين سواء المصريين أو العرب أو حتى الغربيين الأجانب، مين من وجهة نظرك الكاتب المسرحي الشجاع؟ الشجاع بمعنى الشجاع اللي بيطرح أفكار جديدة، أفكار قد تصطدم لا أحيانا. طبعا هنا هو إصدام. الكاتب القدير الأستاذ السيد حافظ، الكاتب المسرحي السكندري. نعم. طبعا مسرحي وروائي، بس هو لم أجد شجاعة وجرأة في الكتابات لدرجة أن الإنسان يقرأ ما يكتبه يشعر بقشعريرة. ما هذه القوة والشجاعة؟ مش الصادمة، دي المفزعة. يعني يذكر حتى، لأن طبعا له مشروع يكتبه الآن خاص بالمس رواية أو المسرحية داخل الرواية بحوالي 4-5 أجزاء، بيذكر فيها علاقاته أو حياته بالأسماء وأسماء شخصيات موجودة ممكن تسبب له حرج، أو ممكن البعض يعني يزعل شوية إنه ممكن لو ذكر مش البعض الكل بيزعل منه. ورغم ذلك هو شجاع يقول هذا. غير الكاتب المسرحي السيد حافظ، هل من الأقدمين أو من الغربيين حد لفت انتباهك بكتاباته اللي كانت في وقتها تعتبر يعني حجر في بركة راكدة؟ النقطة دي هنلاحظها في المسرح، من الصعب انك تجدها بهذه الصورة، لكن ممكن تجدها في الأقاليم. بمعنى مثلا أنا ألقيت بحثا أظن من أقل من عام في ذكرى هزيمة يونيو، فاكتشفت وأنا ببحث في هذا أن معظم كتاب المسرح المرموقين في الستينيات اللي احنا بنتكلم عنهم، أروع الكتاب وما إلى صحيح، للأسف كان مسرحا موجها. أنا عندي وثائق تقول بأنهم كانوا يكتبون وفقا لما تراه الدولة. لكن الحقيقه بس ممكن يكون من واقع ضميرهم، يعني انت فاهم حضرتك، يعني كان في حراك وكان في تحول من الملكيه للجمهوريه وكان في ثوره، فكانت الكتابه ممكن تكون مواكبه مع ما تتمناه الحكومه او الدوله او النظام في ذلك الوقت، ولكنها
لا تملى عليهم. يعني انا مش قادر اتخيل ان كتابات مثل كتابات سعد الدين وهبة او ميخائيل رومان او الفريد فرج او نعمان عاشور او توفيق دياب، دي كتابات مملاه عليهم. انا لا اتخيل، لا لا اتخيل ذلك اطلاقا. انا حددت لك بعد هزيمة يونيو بعد 67 طبعا. ليه؟ لان كان، وهذا كان يعني كان مملاه عليهم وطنيا ايضا. لماذا؟ لان الهزيمة كانت مشكلة. هنا هنقول هزيمة ولا نكسة ولا حرب؟ بدأت المسألة بأنها حرب، ثم عندما يعني ظهرت الهزيمة أصبحت نكسة. هنا كانت توجهات اكتبوا لإقناع الناس أو لرفع الروح المعنوية للناس. صحيح. وعلى فكرة دور مهم للمسرح وهنا وللفن عموما. متى اعترفنا في المسرح أن هزيمة؟ بعد فوز أو انتصار 73. هنا دي النقطة. يعني أقصد إن يعني أنا لا أعيب عليهم هذا التوجه، بالعكس ده كان مطلوب في هذا مطلب وطني وشعبي. أيضا طيب دكتور سيد، لو اتكلمنا عن معنى آخر من معاني الحياة وهو الخوف، هو غريزة إنسانية ومعنى من معاني الحياة، مما تخاف؟ بتخاف من ايه بقى؟ طبعا مش هقول الصورة التقليدية، طبعا الواحد بيخاف من الله عز وجل في أعماله في أفعاله، ودي نقطة. لكني من بعد ربنا لا أخاف مخلوق مهما كان، لسبب بسيط. لو خفت إذا أنا ارتكبت خطأ ما، لو خفت إذا أنا في شيء أريده، يعني بمعنى في مصلحة معينة. أنا لا مصلحة ولا منصب أريده ولا مطمع أريده، ودي كانت من تعليمات أستاذي رحمة الله عليه، لا تنظر إلى مكانة أنت غير مهيأ لها، لا تأخذ شيئا يعني لا تستحق أو في يد غيرك وأنت لا تستحقه. فدي نقطة، بمعنى نوع من الاستغناء كمان. حتى المال يعني مش بس ممكن تقول أنا بشتغل من أجل المال. كان ده أستاذي كلمته، لا تجري ورا المال، اجعل المال يجري وراك. أنا بالنسبة لي بعمل لا أطلب مالا ولا جاها والحمد لله، ولا حتى ولا مناصب. بمعنى أوضح أني أنا بحمد ربنا في اللي أنا فيه. أنا ما كنتش أحلم في يوم من الأيام أكون ربع ما أنا فيه، فلابد أن أحمد ربنا. بتخاف من الظلمة يا دكتور؟ لا أبدا. بتخاف من حيوانات معينة؟ عندك فوبيات، مخاوف مرضية نفسية من بعض الأشياء، الأماكن المرتفعة، الأماكن المغلقة، الأماكن الضيقة؟ لا، بس بخاف من حاجة ثانية اللي هي القولون. على حضرتك القولون العصبي؟ لا، أنا بحب أكل حوادي كطبيعة الشعب المصري الجميل، بيحب الحاجات الحرشة شوية. بقولها وبخاف بعد ما أقولها لأنها تعب. بعد الشر عليك. لكن ما عندكش القولون. على فكرة القولون العصبي مرتبط بالمبدعين والمفكرين، يعني معظم الكتاب والنقاد بتلاقي عندهم يعني القولون بيعاكسهم شوية. يمكن برضو أضيف لك الجزئية في الخوف، أخاف أن أكتب في شيء لا أمتلك جميع أدواته، لابد أن تكون محضر له كويس تماما. يعني مثلا على سبيل المثال، يأتي مثلا صديق، احنا عايزين نعمل ندوة في الرواية، أقول له أسف فلان مثلا أقدر مني عايزين مهرجان مثلا في الطفل، أقول ده مش تبعي فلان. لكن في حاجتي هنا دي المسرح، لأن المسرح وجزئية معينة. لأن دي يمكن المسرح طبعا شعبه كبيرة. صحيح. يعني الحديث معك ممتع دكتور، هنستكمل هذا الحديث وهذا الحوار ولكن بعد قليل بعد رفع أذان العصر. أخرى أرحب بضيفي الناقد الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ المسرح العربي بقسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة حلوان. أهلا بك مرة أخرى دكتور. أهلا بك. كنا بنستكمل حديثنا عن معنى الخوف، وحضرتك قلت أن أنت ما بتخافش من أي حاجة، لأن الخوف بيبقى نوع من الاحتياج أو نوع من الإحساس بأني في نقيصة ما، فالإنسان بيخاف ليبان قدام الآخر أنه عنده هذه النقيصة أو هو يستغلها ضده، فده معناها أن الإنسان بيتسرب بما يمليه عليه ضميره. ولكن سألتك عن بعض المخاوف، قلت أنا بخاف أتكلم في حاجة مليش فيها أو مش تخصصي، وقلت كمان أن حضرتك مش هتقول أن الأكلاشية المعروف أنها بخاف من ربنا، كل الناس بتخاف من ربنا ونعم بالله. هل عايز تضيف حاجة في المخاوف؟ سواء هي دي أهم نقطة، لأن الخوف أساساً بالنسبة لي أنا يعني عجز. ده بالعكس، يمكن أنا يمكن اتحطيت في مواقف كثيرة جدا الناس تتخيل بأنك هتخاف تقول فتفاجئهم بالعكس. ده بالعكس هو بقوة. يعني مثلا ممكن يعني إنسان يقول لك طب حط الدكتور سيد في هذا الموقف، لا يمكن هيتكلم، ده لا يمكن هيقول، ده لا يمكن هيعارض، لأن أتكلم وعارض وأكتب وأحارب كمان عكس ما هو متخيل بالضبط. طيب بعد الشهر بتخاف من المرض؟ طبعا
ربنا يعني ما يجيبش اي حاجه وحشه يا رب. طبعا، لان المرض ربنا يكفي لنا الشر. بالنسبه لي انا مشكله كبيره، يعني انا زي ما بقولها دايما، الانفلونزا مثلا ليا تعليق ظريف قوي، اقول ملهاش صدر حنان غيري، يعني تيجي وتلبد. بعد الشر مشكله عليك. اني انا عندي التعب بيؤثر على حياتي، بمعنى انا ال 24 ساعه بتنجز بكتب، اه يعني وانا نايم احلم بالموضوع اللي في مكاني، ممكن اقوم من النوم سجل وانا حاجة قاعد نقطة اسجل طبعا، وترجع تنام تاني. صحيح. احلم بيها البحث هيبقى هيتعمل ازاي، الندوة هتكون بشكلها ازاي. ال 24 ساعة شغل دماغي يعني شغالة، هنا المرض يوقف هذا. يعني حتى لما بتيجي انفلونزا اقول يا رب نبي يا رب اخلص بحثي كذا، ما عندي ما عنديش وقت، ما عنديش وقت اعيا، ما عنديش وقت اتاخر. ربنا هذه يديك الصحة المشكله. يا رب. ألف سلام عليك، ودايما ربنا يبعد عنك كل الأمراض. امين يا رب. الموت بعد الشر بتخاف منه؟ والله انا ما يعني لدرجه اني مش عايز اقول لك، مش فكره الخوف، انا ما فكرتش فيه، ودي مشكله حياتي. بتشتغل وبتعمل على طول ومش في دماغك الكلام يعني ده. انا عندي دايما اقول ايه، يعني فكره الموت، يعني انا عمري وصلت 55 سنه ما تخيلتش اني ممكن اموت. يعني شوف ازاي الاعمال اللي عندي والافكار اللي عندي، يعني حتى قلتها في اكثر من لقاء سابق، بتمنى ان ربنا يطول في عمري 200 سنه بس عشان اخلص اللي عندي، بس عشان بإذن. اخلص اللي عندي، لان عندي مشاريع وعندي افكار وعندي شغل يكفي بالفعل ل 200 سنه انجزهم. ربنا يديك لو الصحة يا رب فدي نقطه. والعمر علشان تنجز أعمالك الجميلة. فحتة الموت دي للأسف ما بفكرش فيها، ويمكن هذا الأمر يمكن بدأت إن أنا أشعر بيه بجزئية معينة، إني عندي قناعة إني مش هعيش طبعا العمر ده كله، مش هخلص كل اللي عندي. فماذا يحدث؟ يجيني طالب عاوز ماجستير أو دكتوراه أو حاجة، بشرف عليه، أديله الفكرة، يمكن أديله المراجعة وأديله كل شيء، أقول اتفضل أنجز اللي أنا كنت ناوي أنجزه لأني مفيش وقت. أدي النقطة. ده نبل من حضرتك، الله وربنا يديك يخليك. الصحة والعمر. دكتور سيد، لو اتكلمنا عن معنى آخر من معاني الحياة وهو السخرية. السخرية بمعناها التقويمي لكل ما هو معوج ولكل ما هو فيه عوار، وليست بمعنى الاستهزاء حاشا لله. بتسخر من إيه؟ مما تسخر؟ بسخر من اشياء كثيره جدا، يمكن انا في كتاباتي، بس مش في كتاباتي العلميه، هم. في لقاءاتي في الفيسبوك، في انا ساخر فوق، بس طبعا السخريه المؤلمه، يعني اللي هي بمعنى الغرض منها التقويم، مش غرض منها او على الاقل تنبيه قله بس. الحيله، ايوه يعني خلينا واقعيين، قله صحيح. الحيله. في حاجات يعني مثلا انا طبعا كنت بتمنى ان احنا ما نتطرقش لموضوعات السياسه، لكن مثلا عهد التميمي مثلا موجوده اللي هي دلوقتي، البنت الفتاه الفلسطينيه اللي هي طبعا خدت حكم امبارح حكم عسكري سنتين سجن. فمثلا يعني دي نفسي اكتب مثلا كلمه اقول لها شكرا لانك صفعتي الجند الصهيوني وصفعتي كل زعماء العرب. لا خلينا انا واقعيين. هو طبعا عهد عملت موقف بنت عندها 16، ده من صغرها وهي جايبين تاريخ مواقفها، تحس ان هي فعلا البنت اكبر من سنها، وهي عملت يعني مواقف فعلا فعلا حركت الامه العربيه كلها. هو ده. وده وعلى فكره في دور جميل ورائع للاطفال في فلسطين من ايام محمد الدره لو حضرتك طبعا تذكر، طبعا طبعا، لحد مرورا بكثير لحد ما تصل لعهد التميمي واخوها كمان. ادتنا درس في معناه وحقيقه، لن تتحرر فلسطين الا بيد ابنائها، ما نضحكش على بعض، ما حدش يقف جنبهم. لا هو في ادوار طبعا لبعض الدول عشان ما بخس الناس اشيائهم، بيقوموا بدورهم في اطار المتاح بالنسبه لهم. هو ده ايوه. ادي السخريه لازم بقى نخشها، ما هو المتاح اللي بالنسبه لك؟ ادي مشكله، فتضطر تعمل ايه؟ يعني مثلا الموقف بتاع مصر لما تقدمت بمشروع قانون لالغاء قرار الرئيس ترامب، ده كانت صفعه للجانب الامريكي لما ياخد التصويت كله، وبعدين هو يلغي التصويت بالفيتو، انت عارف الفيتو انا معاك طبعا، شحيح استخدام نعم الفيتو نعم يعني مش نعم ولدرجه ان المندوبه بتاعت امريكا غضبت وصارت وماجت وتوعدت، بتقول لك ده انا اللي هيصوت ضدنا، يعني طبعا خانها التوفيق وخانها طبعا الدبلوماسيه. التهديد وجه في الاقرار المشروع في الجلسه العامه بقى بالاغلبيه بساحقه، يعني ما فيش غير 8 او 9 دول، دول حتى لا تذكر لما تسمع الجزر مش عارف الايه ولكن وجواتيمالا وكده كل يعني. دوت انا معاك، كل ده للاسف الشديد
ان هذا قرار غير ملزم. احنا فاهمين صحيح ملزم. بس طب بس نعمله ليه؟ بس هقول لحضرتك، ما هو في قرارات غير ملزمه بس انت اثبات موقف، يعني انت بتثبت يا موقفك. يا سيدي الفاضل انت عندك قرارات من زمان، من 50 سنه ما تنفذتش. صحيح. على المثل شوف احنا عايز يعني نتحرك يا ما نتحركش، لكن نتحرك شو اعلامي. لا انا مثلا على سبيل المثال يعني انا طبعا بقولك مش عاوز اخش في السياسه. صحيح. لكن خلينا في المسرح احسن. في المسرح. طيب نتكلم على السخريه في المسرح. انت حضرتك طبعا متابع واكيد بتتابع الاصدارات والكتب. فكره السخريه في الكتابه المسرحيه، مين من الكتاب اللي تحس ان كتابته ساخره جدا وداله وممتعه في نفس الوقت وبتدي ابتسامه وضحكات بس بتخلي الانسان يفكر؟ اغلب كتابات الشبان في الوقت الحالي. والله طبعا بتتابع حضرتك كمحقق في الجوائز وكمتابع؟ لان الشباب دلوقتي واصل لمرحله احنا مش عارفين احنا في ايه اللي بيحصل، فبتضطر انك انت تطلع ده بسخريتك. مين اللي شاعر ده؟ انا واحد من الناس، انا بقول لك 55 سنه شكرا اللي جاي جاي للشباب. فالشاب دلوقتي مش امامه غير انه يسخر. وفي المسرح انت خش كتابات الشباب وعروض الشباب على وجه الخصوص تجد فيها كما هائلا من السخرية الدالة، السخرية البناءة. دي نقطة مهمة، ده مهم جدا, جداً. ومثلا لكن في مثلا مش بقى في الكتابات المسرحية، في النقد المسرحي كمان. أنا بعتبر أفضل من كتب في المسرح أو نقد المسرح بصورة ساخرة هو الأستاذ يسري حسان، الشاعر الجميل والكاتب الصحفي الصديق. حقيقي كتاباته، أنا بالمناسبة أنا بدرس كتاباته دي في دراسات عليا في شعبة المسرح في جامعة طنطا. أيوة. لأن الكتابات تمسك من لا تم يعني لا تستطيع أنك تمسك نفسك من الضحك والابتسامة المريرة، اللي هو المقال النقدي اللي بيكتبه في نهاية مسرحنا أو الجمهورية. وجريدة الجمهورية كمان هو نائب رئيس تحرير الجمهورية، اللي هو زي ما تيجي المساء. لكن أنت كمان ربطتها بالمسرح، في المساء بيتكلم في أشياء أخرى، لكن في المسرح كتابات في غاية الروعة. يعني كل سطر عبارة عن طعنة في الصميم. هو كمان شاعر جميل بيعمل اشعار جميله للمسرحيه بتطلع بشكل كويس. وله كتاب اخير يمكن حضرتك ندوته اللي هو خلطه شبرا. بيتكلم عن تجربته في 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 في, في, في حي... لان انا عشت في شبرا فتره فانا يعني عاصرت ما ذكره في هذا الكتاب. وكان باسلوب ساخر بيقول لك لا تمسك نفسك من الابتسامه المريره والضحك، تتسلى تعرف معلومه وتحط ايدك على مواطن الخلل الموجوده في المجتمع. اطروحة الماجستير بتاعت حضرتك كانت عن دور المرأة في مسرح توفيق الحكيم. نعم. توفيق الحكيم كان مشهور ان هو عدو المرأة. نعم. هو طبعا المقولة دي بعض الاصدقاء وبعض المعاصرين لتوفيق الحكيم قال ان هو كان بيحيط نفسه بهذه الهالة، لكن هو ما كانش عدو المرأة ابدا، هو كان محب للمرأة. بدليل ان معظم كل كتاباته كانت المرأة فيها المرأة قوية. نتكلم عن دور المرأة في مسرحه او حضرتك كرستها اكيد، كانت عبارة عن طبعا مسرحياته كثيرة، ايزيس ونهر الجنون وغيرها كتير جدا. كفى وشهر زاد مع بالاشتراك مع طه حسين. كفى ان نقف عند مسرحه الفكري ونشوف دور المرأة. لو احنا اتكلمنا مثلا عن اهل الكهف، نشوف مثلا بريكسا. بريكسا لما كانت فتاة حوالي 30 سنة بتحب ميشيلينيا اللي هو يدوب في عمرها، لكن في حقيقة الأمر وعنده أكتر من 300 سنة. فنشوف قوة الحجة عندما تتحدث مع هذا الحبيب وتقول له مش قادرة إن أنا أنسى إن اللي أمامي شاب لكن عمره 300 سنة. هي. اللعبة دي أو الفكرة دي، فكرة الصراع بين الحقيقة والواقع، استمرت. كانت المرأة دائما أوقع وأقوى من الرجل في مسرح أهل الكهف. طبعا في أهل الكهف عندك أيضا مثلا في الملك أوديب لما نجد إن الزوجة أوجاستا لما مثلا هي اللي تقتنع إن اللي قدامها ده زوجها لكن في الوقت نفسه ابنها، هي برضه بتتخذ قيس على إيزيس مثلا. فكل مسرحه الفكري اللي هو نقدر نقول من اهم نقاطه المهمه كانت المراه هي الاقوى. وده بينفي فكره ان هو عدو المراه. كان ايوه طبعا عدو المراه دي كانت حاجه كان شغلك بقى الكواكب وصباح الخير والحاجات دي، يعني اللي هو ايه ان الصحافه اللي بتحب الاخبار الطريفه يعني. ايوه لكن هو كان محب للمراه وكان مدافع عنها وكتب كتابات مسرحيه وكتابات صحفيه دايما مناصره للمراه العربيه والمراه المصريه والمراه بعموم يعني. ده صحيح.
دكتور سيد علي إسماعيل أستاذ المسرح العربي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان، هنتكلم عن معنى آخر من معاني الحياة، وهو معنى يعني كل الكتاب والمبدعين والمفكرين بينشدوه، وهو الحرية. الحرية معنى جميل وأصيل من معاني الحياة، أنت عبرت عنها في كتاباتك إزاي؟ الحرية يمكن مرتبطة بي بحرية الانتقاء، حرية انتقاء ما أكتبه، يعني بمعنى لم أكتب شيئا وكنت مضطرا إلى كتابته، أختار موضوعاتي، وبالتالي أنا صنعت لنفسي مشروعا كتابيا. الحمد لله والشكر لله، أعد من القليلين ليس في مصر ولا في العالم العربي بل في العالم بأكمله من يتحدث عن ريادات المسرح في العالم العربي وفي القرن 19 على وجه الخصوص. يمكن احنا كنا حوالي 5 أو 6 أشخاص في العالم، يمكن طبعا أستاذنا الكبير وهو العمدة الدكتور محمد السفليج رحمة الله عليه، الله يرحمه، وكان في شامويل مورييه عراقي الأصل صهيوني المنشأ طبعا، يعني ده كان عدوي اللدود، فتوفي يمكن من عدة أشهر، وكتبت له فيها معناه، يعني طلبت له الرحمة بوصفه باحثا قديرا وليس صهيونيا للأسف. ده الثاني. الثالث كان فيليب سدجروف ربنا يديله الصحة في إنجلترا، وفي دكتورة نجوى عنوس ربنا يديها كل صحة في جامعة الزقازيق، ويمكن والحمد لله أنا، يعني نقدر نقول ان دي اللي صنعت المسألة. يعني بمعنى معظم كتاباتي اولا من ضمن مشروعي لا اكتب في شيء كتب عنه احد قبلي، لابد ان تكون الموضوع جديد ومتجدد في الوقت نفسه، لابد ان يضيف شيئا، ولابد ان ينقذ تراثا او تاريخا كان مجهولا او يصحح. اللي اعتقد اطروحه الدكتوراه كانت عن التراث العربي في المسرح المصري المعاصر. طيب عشان اكون صريح معك، لا الماجستير ولا الدكتوراه بعتبرهم من كتاباتي. يا مش عاجبين حضرتك؟ لا مش عاجبين. لان فلسفه الدكتوراه هي عباره عن ايه؟ انك اصبحت بعد يعني حصولك على الدكتوراه تعني في الفلسفه العلميه والاكاديميه انك اصبحت قديرا، بمعنى ان تستطيع ان تكتب دون وصايه او اشراف من احد. الناس بتفهم ده غلط. انا خدت دكتوراه انا وصلت العالميه شكرا للنقطه الاول السطر. لا، الدكتوراه لان الدكتوراه تحت اشراف مش تحت اشراف. هنا بعد ما تاخد الدكتوراه انت بتكتب بحوث، مين مش لك؟ مفيش. فاذا انت عندك القدره على انك تكتب في حريه في الكتابه، انت ومن هنا الحريه، ومن هنا ان انا عندي حريه في الاختيار، وبالتالي اختيارات موضوعاتي بالكامل كلها لم تكن مطروقه، والحمد لله اصبحت بصمه الان. و90% لا اكتب عن الاحياء. ليه؟ لان انا بنقذ كما قلت تاريخا مجهولا او شخصا مظلوما. يعني لو احنا نتكلم على الفكره دي، في ايدي كتاب بتمنى انهيه لان اصبح عبئا علي من عدة سنوات، وهو عن محمود مراد. محمود مراد وليس محمود مراد بتاع الكاتب الصحفي بتاع لا لا، او محمود مراد بتاع الالغاز بتاع زمان، لا، ده مات 1926، يعني في مطلع القرن الفات، من اكثر من 90 سنة. هذا الرجل عندما تعلم انه اول مندوب فني في العالم يقوم بمهمه لمصر، كانت ايه هي؟ كانت مهمته انه يذهب الى دول اوروبا باكملها ويحاول انه يبحث في مسارحها، مدارسها، اكاديميتها، معاهدها المسرحيه، ليكتب تقريرا ويرى كل ما هو موجود في اوروبا، وياتي الى مصر لادخال الموسيقى والمسرح الى المدارس المصريه. الله، وهذا ما فعله 1929. عمل تقرير في كافه الاشياء. هتجد في هذا التقرير ان هذه هي الصفه اللي سافر من اجلها. حضرتك عثرت على هذا التقرير طبعا. أيوه. هو ده اللي منشوره في الكتاب. تيجي اوروبا قالت له هذا، ده منصور عليه، انك اول مندوب فني في العالم يقوم بهذه المهمه لصالح مصر، اللي هو محمود مراد. هو كان تربوي، يعني رجل من رجالات التربيه والتعليم، ده مدرس جغرافيا بس. هو اول من ادخل عمل، مش احنا دلوقتي مثلا في المدارس يقول لك ايه جماعه الموسيقى جماعه المسرح، هو اول من ابتكرها وعملها بقرار من ناظر مدرسه الخديويه فرنسا 1919. ايوه، وكتب ده، فعمل المجموعتين دول او جامعتين دول اللي هم عمل منهم مسرحيه اسمها مجد رمسيس. فشافها الوزير
انبهر، ده شغل طلاب مش ممكن. أيوة. قال له لا، ده لازم تعرض في حالته الأزبكية اللي هو المسرح، اللي هو المسرح القومي حاليا، لان ده المسرح الدولة. أيوة. قال له حاضر. للأسف الوزير ده اتشال، اصبح ايه؟ رئيس الوزراء. فراح العرض المسرحي ومعاه جميع الوزراء، انبهروا بالأداء. قال له لا لا، انت ما تنفعش هنا في مصر، انت عايز تعمل ايه؟ قال له نفسي ادخل هذه التجربة لجميع المدارس. قال له سافر على اوروبا، شوف بيعملوا ايه وتعال اعمله عندنا. جميل. ده من ضمن الاشياء. من ضمن الاشياء تجدوا ان هو خد هناك دبلومه، اول متخصص في العالم العربي في المسرح المدرسي، محمود مراد. محمود مراد. وما على فكره ما حدش يعرف انت حضرتك بتسلط الضوء على احد الاباء الاوائل للمسرح العربي والمصري، وان هو يعتبر رائد في هذا المجال. طبعا. وهو من يعني هو ده اللي ثبت. للاسف الشديد عاد الى مصر، وعاد كان عايز ده هيعمل بمناسبه، هيعمل هو اللي صاحب فكره اول مشروع معهد مسرحي. معهد موسيقي. مسرح فؤاد الاول كان هو يعمله. أيوه. كان وهيطور الاوبرا، وهيجيب واحد الماني يحاول ان هو يبني مسرح حديث، مسرح الدوار. جايب افكار كثيره وجابها في ده في مطلع القرن اللي فات، القرن العشرين يعني حاجه. سنه بالظبط سنه 24. قدم هذا للوزير وكانوا قالوا له ابدا، فبدا بالمدرسه، دخل المسرح والموسيقى في جميع مدارس الجمهوريه، اول اربع مدارس ثانويه اللي كانوا موجودين. للاسف الشديد اختطفوا الموت وهو في عمر 32 سنه، ما كملش التجربه بتاعته. مين اللي كمل التجربه؟ زكي طليمات اللي كان صديقه وبعض الوزراء، لدرجه طبعا هم مش كم يعني كملوها. زكي طليمات الممكن الوحيد اللي كمل صحيح. واقر بذلك، لكن بعد كده نسي. للاسف كل التقرير وكل هذه الأشياء نهب من جميع من جاء بعده ولم يذكرونه. أنت بترجع الحق لصاحبه وبتنصفه بعد ما مات، لأن التقرير غير منشور. حضرتك عثرت عليه إزاي بقى؟ موجود في دار الكتب المصرية. دخلت كوثيقة. طبعا. وتصورته. هي جت بالصدفة. هي جت بالصدفة إن أنا أجده في دار الوثائق وموجود الآن. لكن طبعا ما حدش فكر أبدا ده بتاع مين ومين محمود مراد. حد يقول ده إنسان مجنون. ده دور الباحث بقى، إن أنت حضرتك تتبعته. كتبت ده فكرة دي في مجلة الجمهورية جزئية صغيرة. يعني الفكرة لقيت في الفيسبوك، دخلت عليا الأستاذة زينب علوي قالت لي أنا حفيدة محمود مراد. يا انبسط بنت بنته مثلا. قالت لي انا ولا اعلم اي شيء من هذا كله عن جدي. يا حضرتك قلت لها طيب. قالت لي ولا نعلم اي شيء. هما بيشكروك على ان انت اهتمامك وان انت كباحث بتدور وبتبحث. هي منتظره خروج كتاب بفارغ صبر، وانا كمان عشان اخلص من ذنبه، لان كان المفروض اطلعه يمكن من 10 سنين فاتت. يا طبعا. تاخر طبعا. اخر. على العموم الحديث معك ذو شجون في هذه المسألة يا دكتور، وهنستكمل بقية معاني الحياة بعد هذا الفاصل الفني. اتفضل. دكتور سيد، هنتكلم برضو عن قضية أخرى، وهي قضية عالمية المسرح العربي أو المسرح المصري. يعني هل إحنا عندنا أعمال كثيرة جدا لكتاب المسرح العالمي بتعرض، حتى بتبقى فيها معالجات جديدة؟ انا شفت كذا معالجه مثلا للملك لير، خلوا الملكه وبنات ولاد مكان البنات. شفت اعمال كتيره جدا لكتاب مسرحيين عالميين بتقدم على مسارح الدوله، وبتقدم في مسارح هيئه قصور الثقافه برؤيه واعداد جديد. ليه مسرحنا حتى هذه اللحظه وعندنا كتاب مسرح كبار من اجيال الستينات او من مطلع القرن وانت جاي لحد دلوقتي ما تعرضش؟ يعني الغرب ما يعرفوش مثلا نعمان عاشور، ما يعرفوش الفريد فرج، ما يعرفوش ميخائيل رومان، ما يعرفوش سعد الدين وهبه. السبب من وجهه نظر حضرتك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لابد ان يكون في بعض القواعد علشان لا نسال هذا السؤال مره اخرى. طيب. وهي ان لابد ان نكون عندنا قناعه تامه بان المسرح فن غربي وافد الينا. صحيح. لو اقتنعنا بدي هنرتاح. رقم واحد. رقم اثنين، علشان الغرب يعرفك لابد انك تكلمه بلغته. هل كم عندك نص مسرحي عربي مترجم؟ هو كتاب قليلين منهم توفيق الحكيم مثلا، وبالتالي عشان كده كل شغل فرنسا على توفيق الحكيم. صحيح. ومترجم. مثلا عندك وسيد الاعرج مثلا في فرنسا برضه في هو رواية. وهكذا. قيس على ذلك اشياء. انت ترجم الاول وبعدين خاطبهم، ده رقم واحد. لكن في نقطة تانية، هو يعني انت عندك مسرح عربي اساسا؟ انت شايف يا حضرتك ان في قصور؟ لا لا لا، انا بتكلم هنا
مسرح عربي اي بصبغه عربيه. يعني ده عندنا بافكاره العربيه انت ما بتعمل اعداد للير او لروميو جوليت او لاي شيء. خلاص انا موافق اعمل له اعداد. طب هعمل له اعداد ممكن اخد العرض دوت واعرضه مثلا في انجلترا هيضحكوا عليك. مش صحيح. انت جاي تبيعي ميه في حرس قايم على طول. اي ليه انا بقول لك ده؟ لان دي كانت فكره ندوه عملتها يمكن قريبا. فكره ان الغرب عاوز منك مسرح. تعال اقول له انا عندي خيال ظل يقول لك يا سلام. بالنسبه له دي مبهره. او الاراجوز. الاراجوز كنت لسه هقول لك. او الفنون الشعبيه او التحطيب او الرقص الشرقي دي مش عنده فبتلفت انتباهه وبتشده. ما هو دوت اللي انت عملته. انت المسرح اساسا مسرحك العربيه لما جبت الاجنبي يعرض عندك او انت خدت النصوص وهتعرضها انت ايه اللي عجبك في شكسبير؟ افكاره العالميه اللي صرحت كل وقت وزمان. انت بتتكلم على زمان ده. خليني اقول لك دخول المسرح العربي الى العرب ازاي جه؟ عن مروان النقاش، عن ابو خليل الالباني، كل عملوا ايه؟ حاجه جديده فانا جلبتها. نفس اوروبا ونفس الغرب عاوز ده. ايه الجديد اللي عندك عشان اخده؟ هقول لك والله انا اصدر لك المتصدر، اصدر لك شكسبير لا، لكن اصدر لك خيال الظل والاراجوز وهكذا. وهذا ما حدث بالفعل عام 1889. عندما طبعا في معرض في فرنسا مشهور اللي هو معرض اكسبو بتعمل كل سنه للمعرض زي ما كان عندنا زمان المعرض وكل الدول تيجي تتعرض فيه. كان في المعرض عنده ده في فرنسا 1889 ده وكان من قبل كده. بس اشمعنى السنه دي بالذات؟ السنه دي تم افتتاح برج ايفل. فعايزين يعملوا بقى يعني افتتاح مهرجان عالمي بقى. برافو عليك. فايه طبعا ده معرض زي ما معرض كتاب حاليا. تروح تلاقي بتاع كشري، تلاقي شيشه، تلاقي سندوتشات وهكذا اللي هي التراث التراث غير المادي. لا حصل انت رايح المعرض عاوز تاكل وتشرب ما تخرجش ورا المعرض. فهو عاوز يجذبك في المعرض تقعد طول اليوم. فعملوا حاجه اسمها شارع القاهره في داخل في باريس. في داخل المعرض. شارع القاهره ده انا حتى عرضت صوره في صوره الفوتوغرافيه والله موجوده مع حضرتك. طبعا جامع وارابيسك وبيوت زي كانك ماشي في الموسكي زمان. ده بيعرضوا في ايه؟ بيعرضوا في نقدر نقول التحطيب. الرقص الشرقي. الاوراداتي، راقصه السيف، راقصه البطن، الرقص الشرقي بالشمعدان. كل ده كان بالزجاجه، ما كانش لسه الشمعدان. كانت ازازه كبيره وفيها شمعه فعلا. كل هذه الامور تم عرضها والاراجوز طبعا كل شيء بقول لك كل شيء الحمارين حتى العربجيه التنوره. لا كانت التنوره ما كانتش موجوده لسه. كل ده كان بتعرض للجمهور وبفلوس لدرجه ان كان يعني جانوا ارباحا كثيره جدا. شارع القاهره طبعا وده موجود. وانا كتبت عنه وعملت ندوه في جمعيه المؤثرات الشعبيه خطيره. هنا ده كان السؤال. هنا السؤال طيب بالمناسبه مين اللي خدهم؟ سليمان القرداحي. مين سليمان القرداحي؟ صاحب اكبر فرقه مسرحيه في مصر. طب ليه ما خدش فرقه مسرحيه؟ ده اجابه لسؤالك. الذكاء بتاعه ان هو قال لك مش هاخد حاجه معاد عندهم. لا هم اللي قالوهم. لا هم اللي قالوا له. قالوا احنا عايزين كذا. فيها معناه انت هتجيب لي مين؟ هتجيب لي مولييرو وشكسبير معاه. اديني الحاجه اللي ما اعرفهاش عندك. غير مالوفه. فهي ده. دي كانت نقطه. وبالمناسبه ده مش مصر بس. ده كانت مصر وتونس والجزائر والمغرب. وعندي لسه ما اتكلمتش على تونس ولا على الجزائر ولا على المغرب. كلمهم برضك فنون خاصه بيهم. فنون بس طبعا في مصر كانت اكبر شويه لان كانت اكبر جاليه موجوده والشارع باسمه. بس دول كان لهم فنون خاصه بيهم. اكيد. فدي كانت النقطه. هنا ارجع بقى لسؤالك. طب ممكن احنا نترجم شغلنا الاول او ما نعتمدش على الاخرين؟ يعني اعمل لي مسرح بصبغه عربيه. ودي اشكاليه من بقى لنا 100 سنه فيها. ازاي نعمل مسرح عربي؟ ازاي؟ لا مهرب من انك تعتمد على تراثك والاشكال الشعبيه. اما هتيجي تقول لي المسرح الاجتماعي او المسرح الفكري او كذا، اسف كل ده موجود في اوروبا. يعني هيقول لك انك انت يعني انت بتاخد مننا وبتشتغل، هتعمل لي اعياد وبتصدره لي. ما ينفعش. ما ينفعش ان احنا نعد المعد ونعمله. يبقى دي الازمه اللي بتواجه عالميه المسرح العربي، لان هو مش قائم على افكاره او على تراثه اللي هو ممكن يستقي منه اعماله لتشد الغرب. محاولات بقى بسيطه بتتعمل بس برضه ما ينفعش. ما فيش عندك سياسه متكامله لهذا للمسرح طبعا. يعني دكتور هنتكلم عن معنى اخر من معاني الحياه وهو النسيان. ما هي الاشياء التي تود نسيانها؟ سؤال صعب. يعني انسى ايه؟ سواء في حياتك، مواقف حياتك او في كتاباتك. كتابه انت يمكن شايف ان هي ما بتعبرش عنك او انت كتبتها دلوقتي بتبص لها يعني مش حاسس ان هي بذات قيمه. لا هو شوف خلينا واقعيين.
ما في شيء كتبته أنا غير راضي عنه. أيوة. ولكن في أخطاء حدثت، يعني أشهر، أنا الحمد لله أصدرت حوالي أكثر من 30 كتابا حتى الآن. كتاب منهم من أشهر كتبي هو محاكمة مسرح يعقوب صنوان، ده الرائد كذبا الذي قلناه وانا حذفته من التاريخ وبكافه الادله. يعقوب صنوان طبعا بكافه الادله اللي هو ابو نضاره. ابو نضاره كافه الادله. انت حضرتك ثبت ان في ناس قبليه؟ لا. امال؟ اولا انه مش مصري. هي دي النقطه الخطا. هو ليه اعمال بسيطه، بالمناسبه انا عملت كتاب ما كانتش موجوده، ده احنا اكتشفتها فيما بعد. لكن انا اللي يهمني في هذا الكتاب نقطه مهمه قوي، ان انا متهم عالميا بان انا ضد الساميه. يعني لان الكتاب ده مشكلته كان ساعتها صدر سنه 99 يعقوب يهودي. لا لا فهو عشان كده بتقول ضد الساميه، انت بتقول ان هو مش رائد المسرح. لا برضو مش دي كانت الاهم. الاهم كانت في نقطه ايه، في الوقت ده ما كانناش عندنا فرق بين اليهوديه والصهيونيه. خلي انتبه للنقطه، واخد بالي. في الوقت ده كان الاثنين واحد. انا بقول صهيون، يعني حتى الصهيونيه ما كانتش باينه قوي. فكان كل كلامي لانه يهودي كذا، لانه يهودي كذا. دي كانت، انا بقول ده الخطا اللي موجود في الكتاب. انا نفسي اعيد الكتاب واشيل كلمه يهودي واحط كلمه صهيوني عشان افرق طبعا أدق. ان انا مش ضد الديانه، هم استغلوها بقى لي. بس طبعا بالمناسبه حتى انا الكتاب ده كتبوا عنه في اسرائيل، وكتبوا عنه في امريكا، وكتبوا عنه في اوروبا، وكتبوا عنه في بلاد كتير قالوا هذا المعنى. دكتور سيد ضد الساميه لانه ضد اليهود، ولكن احنا لنا بيدعونا للايمان باليهوديه قبل لكن يعني الاستدراك بقى، كل ما كتبه لا نملك أمامه أي دليل على الرد عليه. يعني اعترفوا بقوتك العلمية. أي. لكن مسكوا الجزئية اللي تعتبر، عشان كده أنا بقول أنا أتمنى عيد طبعته تاني. عيد طبعه وأشيل كلمة كل كلمة يهود وأحط كلمة صهيوني. أكثر من كده لا. لكن أنت ده الحاجة الوحيدة اللي أنت يعني في طي النسيان. ده في كتاباتي. في مواقف في حياتك يا دكتور الإنسانية بتتمنى نسيانها؟ يعني ما هو برضه هنرجع كلمه ان انا انساها، يعني اتبرأ منها او ان انا اخطأ. لا يعني ممكن النسيان، لا ممكن تكون مؤلمه او محزنه، مش شرط ان هي تكون حاجه فيها مثلا تنصل منها. لا ممكن يكون الانسان تعرض لمواقف ما عايز ينساها لان هي محزنه مؤلمه بالنسبه له. يمكن تكون المساله معكوسه عندي. كل ما مريت بيه وممكن في لحظه من اللحظات اتمنى ان انا انساه، ما اقدرش انساه لسبب بسيط، لانه انقلب لصالحي. يعني لو اسدك في الحياه قابلتني مشاكل كثيره، الناس كلها تقول اتمنى تنساها، تنقلب الى صالحي. تكون دافع لحضرتك. فعشان كده بقول لك انا بفرح جدا، وفي شيء اقدر اتصل منه او انساه كل حياتي اتمنى ان انا اسجلها. طيب بالنسبه للاحباط، ربنا يكفينا شره، هو معنى سلبي من معاني الحياه. ما الذي يحبطك؟ ايه الاشياء اللي بتحبطك؟ الاحباط للاسف عدم، أو يعني أنا عندي مبدأ وهو لا كرامة لنبي في وطني. أيوة. الإحباط عندي رغم أن كل ما عملته كل ما كتبته أنا لا أنتظر تقدير من أحد بالمناسبة، ولكن ودايما يعني مثلا أنا لسه جاي من مهرجان الكويت المسرحي، يمكن أنا أكتر واحد الحمد لله يمكن في العالم العربي على سني وعلى دخولي المسرح وما إلى آخره، يمكن أكثر الشخصيات العربية مشاركة في المهرجانات. المفاجأة لم أشارك في حياتي في مهرجان مسرحي مصري. أنت حضرتك كنت رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي. وشاركت ده يعني لأن كنت موجود في المنصب. خارج المنصب لم أتلقى دعوة من مهرجان مصري داخل مصر، والحمد لله لا أريد. يعني انا دايما تقديري انا محقق ذاتي خارج بلدي. ده بيحبطك شويه يا دكتور. ولكن افيد بلدي اولا وجهه مشرفه، لا اتحدث الا بكل خير طبعا، ولا اريد من احد شيء، دايما اخدم بلدي بطريقتي. ده اللي انا بقوله. يعني حتى الناس يقول لك البلد ما بتديناش الورد، اقول لهم مالكوش علاقه، كل واحد يعمل في مجاله وشكرا. اكتر من ذلك لا. صحيح. هنختم معاني الحياه باسمى المعاني واشملها، وهو المحبه. عبرت عنها ازاي؟ انت شايف يعني المحبه ايه وعبرت عنها ازاي؟ انا بعبر عن المحبه دايما لكل انسان في احتياج الى العلم. يعني دائما اقف جنب المظلوم، دائما اساعد اي انسان. انا مثلا بتجيني رسائل من المغرب، من تونس، من اشياء كده، في واحد عنده مشكله علميه. انا مره في مرات قعدت حوالي 13 ساعه اصور مخطوطه وابعتها بالنت، لان واحد محتاج دكتوراه ولا اعرفه.
يعني مجرد رسالة بعتت لي بهذا المعنى. أيوه. وكتير بعملها مع الطلاب كتير، وحتى مش طلابي، يعني أنا بخدم خارج طلابي أكتر ما بخدم طلابي أنفسهم. أنا عندي محبة للعلم، والمناسبة كلمة المحبة عندي، أي إنسان بيحب شيء أنا بساعده، لكن لو طالب بيحب شيء ديني بقف جنبه بقوة، لكن لو هو ما بيحبش آسف. يعني أنت ابدأ، يعني مديني وأنا حبدي لك هديلك إيه؟ 10. صحيح، هو دي النقطة. يعني الحوار معك ممتع دكتور. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر والعرفان وهما من معاني الحياة لضيفي الناقد والدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ المسرح العربي بقسم اللغة العربية بكلية الأدب جامعة حلوان. شكرا جزيلا لحضرتك، ونورتنا وشرفتنا. الله يخليك أستاذ جمال، شكرا، السلام عليكم.